أرحب مجددا بالسيد شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. صباح الخير سيدي، وشكرا على تلبية دعوة برنامج هذا الصباح. شكرا، صباح الخير. بداية، كيف باشرتم بهذه الحملة التحسيسية وعملية التلقيح في الميدان، وما هي الولايات المعنية أيضا؟ أولا نظن بادر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في الحملة التلقيحية على مستوى الوطن، وخاصة في المناطق النائية وفيها فلاحين ومربيين والمرأة الريفية، بأنه أولا كمؤمن استشاري وجواري، هذه أول حاجة. ثانيا نعرف باللي الصندوق الوطني ماهيش أول مرة اللي راح بادر في هذه الحملات، وخاصة عندما تكون كما يقول لك مشاكل صحية ومشاكل كما يقول لك اللي عرفها القطاع الفلاحي، خاصة في التقلبات المناخية. والصندوق كان كل يوم موجود ويلعب الدور تاعو بمرافقة هذه الفلاحين والمربيين. واليوم كما يقول لك مع هذا المرض لازم وفرض علينا باش نكونوا مع الأسرة الفلاحية وخاصة المرأة الريفية في المناطق الريفية. بادرنا في هذه الحملة مع كل متفاعلين القطاع، منهم مدراء المصالح الفلاحية، مدراء الصحة الولائية، محافظي الغابات وكل أعوان الولايات مع اللقاحات. الحق وفرونا كل إمكانيات ونشكرهم على هذا. بدأنا مع ولايات وراح يكون إن شاء الله نمسوا كل ولايات الوطن. بنا ديجا البارح في ولاية ورقلة، وكان هناك كما يقول لك اندماج كبير من الفلاحين والمربيين. أنا كنت في لقاء دائم مع المدير وكل الإخوان اللي كانوا موجودين في الـ في الـ في الـ في الـ عندنا في الـ في الـ في الصناديق الجهوية، لأن الصناديق الجهوية خصصناها في لهذا العملية. واليوم ثاني راح تكون عملية أخرى في خنشلة في دار الفلاح. صندوق أنشأ هذا المركز اللي وفرنا يكون يوفر كل خدمات للفلاحين والمربيين الولايات المجاورة تاع خنشلة، وهما أم البواقي، تبسة، سوق هراس وخنشلة. وإن شاء الله تكون عملية ناجحة لنخليو الفلاحين والمربيين والمرأة الريفية اللي موجودين في المناطق النائية يكون تاني هما عندهم فرصة للقاح، وتكون تاني يقول لك مرافقة دائمة من عند الصندوق. ونعرف تاني الصندوق كصندوق تعاوني وتعاضدي من أهم المهمات اللي وفرها هو التقارب من الأسر الفلاحية، طبقا كما يقول لك المعنوية تاعنا هذه اللي كما يقول لك ما عندهاش ديفيرونس بيننا احنا والشركات الاقتصادية الأخرى. عندنا طابع كما يقول لك تعاوني اللي خلينا نقدروا ناخذوا هذه الإجراءات. وثاني الحاجة اللي كما يقول لك زادتنا كما يقول لك بوجودنا في الميدان مع الفلاحين والمربيين، للعلاقة القديمة اللي تربطنا مع الفلاحين والمربيين، والثقة الكبيرة اللي ما كانش عندنا حتى صعوبة باش نلموا هاد الفلاحين والمربيين كيما يقول لك باش نشوفوا كيفاش نكافحوا هذا المرض. نطلبوا إن شاء الله ربي يرفعوا لنا. آمين. طيب، هل لمستم إقبال من طرف هذه الفئة على عمليات التلقيح؟ إقبال كبير، وما كناش ننتظروا بهذا الإقبال. أنا البارح كي بدينا في ولاية ورقلة إقبال كبير، وهذا خلانا كما يقول لك نزيدوا نوفروا المجهودات. ونظن باللي مام العملية راح تتوصل إلى ثلاثة ولا أربعة أيام
لحق جاو الفلاحين والمرأة الريفية والمربيين بقوة كبيرة للمراكز تاعنا للصناديق الجهوية. هذا اللي راح يشجعنا باش إن شاء الله نزيدوا نوفروا كل إمكانيات ورايحين تاني غدا وبعد غد تاني في ولاية تلمسان البيض وولايات أخرى، وراح إن شاء الله نوفر إمكانيات أكثر باش نواجهوا هذه الفئة اللي لازم تكون إن شاء الله نكونوا فيها في الموعد إن شاء الله. الولايات المعنية بهذه العملية سيدي، الانطلاق راح يكون في بعض الولايات، قلت لك البارح في ورقلة، اليوم في خنشلة، راح يكون تاني في سطيف، في تلمسان، البيض ومعسكر. هل ستعمم على باقي الولايات؟ راح ان شاء الله تعمم مع تنسيق كبير مع المصالح الفلاحيه والمصالح الصحيه تاع الولايات. المؤسسة التي تسيرونها تبقى على مؤشر إيجابي كما يبرز ذلك رقم أعمال الصندوق وعدد المنخرطين الذي هو في تزايد مستمر. ما هي آفاق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لما تبقى من سنة 2021 والسنوات القادمة أيضا؟ نظن باللي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي راهو فيه كما يقول لك حيوية كبيرة، وراهو ينشط كما ينبغي، أولا في القطاع الاقتصادي والمالي. نعرف باللي الصندوق من أهم الشركات التأمين اللي راهي تنشط في هذا في هذا في هذا المجال. ثانيا عندها خبرة كبيرة في القطاع الفلاحي، وفي برنامج عصران التأمينات الفلاحية وفرنا عدة منتوجات تأمينية فلاحية جديدة اللي بادر بها أمام الفلاح والمربي. ثالثا وسعنا شبكة التوزيع اللي رانا موجودين في كل تراب الوطن. اليوم رانا 67 صندوق جهوي وأكثر من 521 مكتب محلي، فيه عدة نشاطات. وحنا كما يقول لك في هذا الميدان اللي رانا فيه وفرنا عدة خدمات اللي يهتم بها الفلاح، وهي من أهم الخدمات ماهوش برك بيع التأمينات، وأكثر في النصائح في المرافقة وفي الـ في الـ في البارتيسيباسيون تريز اكتيف او نيفو دو سو سيكتور. حنا نعرفوا باللي التأمين الفلاحي ما راهوش في المستوى، كي نشوفوا لي بوتونسياليتي اللي راهي موجوده في هذا القطاع، لازم اعاده نظر ثاني في التامين الفلاحي. نظن باللي هذا ثاني واجب علينا، ونروحوا الابعد من المنتوجات اللي رانا نسوقوا فيها في هذا اليوم. إذن كما قلتم يعمل الصندوق على اقتراح صيغة تأمينية جديدة تتوازى مع طبيعة الأنشطة التجارية وبأسعار مدروسة، وتتجه مستقبلا نحو عروض تأمينية ذات الطابع الاجتماعي والتقاعد أيضا. نظن باللي درك الصندوق وصل مرحلة اللي لازم يوفر خدمات إيجابية للقطاع. نعرف باللي خبرة الصندوق والثقة اللي تربطوا مع الفلاحين والمربيين، لابد من نكثر من هذه الخدمات ونروح لخدمات أخرى. نظن في ورقة طريق اللي أعطاها وزير الفلاحة أهمية تاع الصندوق كوسيلة من أهم الوسائل الاقتصادية والمالية، تلزم علينا نروح لخدمات أخرى. ولماذا كما تفضلتي وقلتي خدمات ذات طابع اجتماعي أهم؟ نظن للفلاح الوقت اللي رانا فيه لازم له خدمات توفر له التأمينات الاجتماعية، ونشوفوا اليوم الفلاح ما عندوش هذه الإمكانيات. نظن بلي احنا كصندوق تعاوني لابد نروحوا لهذه الفئة. ثانيا نظن بلي آليات التمويل كما يقول لك ضروري،
وخاصة الكريدي كما يقول لك الميكرو كريدي المصغر، القرض المصغر، القرض المصغر هذا ثاني لابد باش نعطيه القدرات للفلاحين، نعرفوا بلي الفلاح لابد ولازم له هذه الامكانيات، ونظن المتعامل اللي قادر باش يوفروه هو الصندوق الوطني. كاين علاقه كبيره ومتينه اللي تربطه مع هذا الصندوق، عندما الفلاح يجي لهذا الصندوق كانه دخل الى كما يقول لك الى المنزل تاعو. كثره اللقاءات اللي نديروه معهم والتحسيسات طلب منا الفلاح باش نوفروا له خدمات اخرى، وهذا من مطالب الفلاح اللي رانا نتلاقاو معهم في كل يوم. ابقى معنا سيد شريف حناشي، ساعود اليك. معنا ايضا عبر الهاتف سيد حمزه حناشي المنسق الجهوي للاعلام بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولايه خنشلة. صباح الخير سيدي. صباح الخير أسماء، تحية لك وتحية للسيد المدير العام وتحية لكل مشاهدين القناة الإخبارية الثالثة. شكرا. نتحدث أولا عن عملية التلقيح، كيف تجري العملية على مستوى ولاية خنشلة؟ إذن كما هو معلوم انطلقت صباح اليوم بدار الفلاح في خنشلة عملية التحسيس والتلقيح المنظمة من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والموجهة للفلاحين والمربيين وعمال الأرض إضافة إلى نساء الريفيات وجميع عمال الصندوق. العملية انطلقت في جو تنظيمي محكم بالتنسيق مع المصالح الصحية هنا لولاية خنشلة وسط إقبال جيد وكبير للفلاحين. هل فلاحو ولاية خنشلة واعون بأهمية التأمين؟ نعم سيدتي، من خلال مختلف العمليات التي بشرناها بتنظيم أيام إعلامية للتحسيس الفلاحون يعني استجابوا لمختلف النداءات والأيام التحسيسية، والدليل هو إقبالهم على التأمين إضافة إلى التلقيح. طيب كيف تروجون لخدمات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ ما يخفاش الأخت أنه حاليا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي انفتح على مختلف وسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، أولا بتنظيم أيام تحسيسية ولقاءات عبر مختلف الولايات، وكذا الترويج لمختلف العروض ومختلف المنتوجات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ولقيت هذه العملية إقبال كبير من طرف الفلاحين. العديد من الفلاحين بولاية خنشلة تكبدوا خسائر كبيرة جراء الحرائق الأخيرة التي مست الولاية، هل في رقم لعدد الفلاحين المؤمنين وكيف تتم عملية التأمين؟ بخصوص هذه النقطة يعني نظن أنه السيد المدير العام سبق له تصريح سابقا أنه تم تشكيل لجنة خاصة على مستوى الصندوق الوطني، هي حاليا تقوم بالعمل تاعها، إلى حين الانتهاء سنوفيكم بمختلف الأرقام. كيف تتم عملية التعويض سيد حمزة؟ عملية التعويضات يعني أنه الفلاح يكون مأمن وعنده عقد تأمين، مباشرة بعد حدوث أي حادث يعني ليه سواء بالحريق أو شيء آخر يتقدم بطلب التصريح الرسمي، أن الصندوق الوطني يتكفل بهذا الانشغال أولا بإرسال الخبير الذي يعد المحضر، وبعد إتمام جميع الإجراءات يتلقى التعويض تاعو يعني في غضون أجل قصيرة جدا. نعم، ابقى معنا السيد حمزة حناشي. أعود إلى ضيفي في البلاتو. إذن الصندوق الوطني يعمل على اقتراح صيغ تأمينية جديدة كما قلت، كيف ترسخون لثقافة التأمين لدى الفلاحين؟ هنا نشوفوا في الميدان عندما بادرنا بعدة لقاءات تحسيسية عن دور التأمين كآلة من أهم الآليات الاقتصادية، وقلنا باللي ان حان الوقت بان الفلاحين والمربيين تكون عندهم مسؤوليه اولا في التامينات وخاصه في تسيير الاخطار، ونظن باللي حان الان وحان الاوان بانشاء نموذج جديد للتامينات الفلاحيه. نظن التامينات الفلاحيه اللي راهي اليوم في الميدان ما ولاتش كافيه لتغطيه الكوارث الطبيعيه، ونظن باللي الصندوق والوزاره تابع في هذا الملف الهام منهجيه جديده ضد الكوارث الطبيعيه خاصه اللي تمس الفلاحين والمربيين، لان في هذا الوقت ما كانش تامين
على الكوارث الطبيعية اللي تمس الفلاحين والمربيين. هذا أول حاجة. ثانيا نظن إنشاء لجنة ولا إنشاء مؤسسات تكون من أهم دور لديروا تعالج هذا الأخطار الفلاحية مع كل الهيئات والمؤسسات اللي دور في هذا في هذا في هذا الميدان، كمعاهد تقنية، كشركة تأمين. والدور تاعها هو أولا تحسيس الفلاحين على تسيير الأخطار، مساهمة الفلاحين في التأمينات. ونظن باش نقصوا من دور الدولة عندما تكون أخطار هامة، ونخليو شركات التأمين تلعب الدور تاعها كما ينبغي. نظن إعادة نظر في التأمين الفلاحي أصبح ضروري اليوم عندما نشوفوا ما هم المشاكل اللي راهم يتعرضوا عليها والتقلبات هذوما المناخية، تضطر بأن نقابل بنموذج جديد للتأمين الفلاحي. طيب، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي محكوم بإطار قانوني منذ 1972، هل من الضروري اليوم إعادة النظر في النصوص التنظيمية من أجل التأقلم مع التغيرات الاقتصادية الراهنة؟ نظن اليوم أرجع ضروري لإعادة نظر في القوانين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ونعرف باللي تأسيس التعاون الفلاحي، صندوق التعاون الفلاحي، من 1972، واللي شمل 3 صناديق اللي كانوا فيها. أولا صندوق ضمان الاجتماعي، صندوق ضمان تاع لا روتريت، والصندوق لإعادة التأمين للتأمينات. هادو هما اللي أسسوا في 72 في 1972 الصندوق الوطني. ونظن إلى يومنا هذا كما يقول لك الاقتصاد تبدل، وكان عدة إجراءات تندرت في الميدان التأميني، وضروري أصبح ضروري إعادة نظر في النصوص القانونية تحت 72. ثانيا بإعادة هذه النصوص نظن نعود ثانيا اندماج التأمين الفلاحي إلى يومنا هذا. نظن فيه كما يقول لك دراسة كبيرة، ونظن باللي الوزارة راهي عندها هذا الملف وراهي تعالج فيه، وتاني هذا الملف يكون من أهم الملفات اللي عصرنت هذا القطاع. تعرف الجزائر مخاطر كبرى على غرار الحرائق والفيضانات، كيف تتم مرافقة الفلاحين ومنتسبي الصندوق أيضا؟ شوف، احنا هذه عملية راهي مستمرة من قبل 3 سنوات، والصندوق في الميدان في عدة لقاءات تحسيسية مع الفلاحين المربيين وكل هيئات المتدخلين في هذا القطاع، كغرفة كما يقول لك تعاونيات. وحنا من الدور تاعنا، من أهم الدور تاعنا كصندوق وطني، هي التوعية أولا وتسيير الأخطار. كيف تسيير الأخطار؟ خطر شفنا باللي عندما توقع كارثة للفلاح ولا المربي تحطموا بما أمنع، ما كانش مأهل، ما كانش عنده إمكانيات باش يقدر يواجه هذا الأخطار. ثانيا لازم يكونوا حلول اقتصادية لهذه الكوارث. وحنا بادرنا بعدة مشاريع ضد بعض التأمينات خاصة في الجفاف في الحرائق، ونظن باللي في إعادة نموذج هذه الكوارث الفلاحية الصندوق يقدر يكون من أول ومن أهم المؤسسات اللي تقدر تواجه هذه الكوارث، وتعطي كما يقول لك حلول اقتصاديه، وتقلص من تدخل تاع الدوله، وتخلي الشركات هي اللي تتعامل في هذا المشهد. أدعوك سيدي لمتابعة هذا الروبورتاج للزميلة وهبة مزوج حول ارتباط سكان المناطق الحدودية بأراضيهم. مناخ الصحراء القاحل وندرة المياه لم يؤثر سلبا على حياة هؤلاء البدو الرحل. حبهم للطبيعة وتربية المواشي والإبل زاد من عزيمتهم وتشبثهم بالأرض وهم يتنقلون عبر صحراء تاغاراوت الحدودية بين الجزائر ودولة مالي.
هذا من دروك هذا مجمع رعوي، هذا مجمع كل رعوي. عندنا كاين دخيم منا اولاد عمنا تقريب 250 عائله نرعوا الماشيه نتاعنا، نرعوها بالابل ثاني. وحتى ولات الحالات الصعبة علينا تدريجيا حتى دروك احنا الكماين هاي شو بالكاميون، دروك لابد ان نسقوا بالكاميون، ولابد ان نعمروا الماء بالموتور، ولابد ان بالطاقة الشمسية. ولا ما تقراش، ما يقراوش احنا، ما كانش فاشل، ما كانش مدرسة باش يقراوا احنا، ما كانش. والبلاد اللي هي ما كانش واحد يقابلهم بس ندهم البلاد اللي هي يريحون الخطر تغري يديروا لهم مكان تاع قرايه ولو متنقل، يديروا لهم مستوصف ولو متنقل. قلة منسوب المياه الجوفية وجفاف الأرض جعلهم يتنقلون كثيرا بحثا عن الكلأ والماء. لا غالب احنا هذه ما عندنا ما نديرو غير هكا، احنا ما عندناش اي دخول الا هذا الحيوان، والحيوان رايح يتفلت بين يدينا بالجفاف. ما كانش ماكله، ما كانش شعير، ما كان ما ك... وهذا الصيف تاع على بالك والعام الماضي كاع ما كانش المطر. وراء كل خيمة بدو قصص من المعاناة والصبر ايضا، مع هذا فهم يسارعون من أجل البقاء. تابعنا إذن هذا الروبورتاج من برج باجي مختار للزميلة وهبة مروج. أعود إليك ضيفي في البلاتو سيد بن حبيلس، تعليقك على هذا الموضوع. لا الحق نشوف الحالة تاع حد الناس اللي راهم يواجهوا كما يقول لك يواجهوا في الجو مع كل مشاكل. الناس راهي تخدم وراهي توفر، نظن كما يقول لك حاجه مليحه لهذا البلاد. انا نظن ثانيا احنا نعرف بلي الصندوق كصندوق تعاوني نشأنا، بيسكو كنا نتكلموا درك على برج باجي مختار، كاينه وكاله تاع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي موجوده في هذا المكان، وتوفر خدمات تأمينية لتواجه بعض المشاكل اللي راهو يعانيو فيها هاد الفئة، منها متعددة الأخطار ضد الإبل. شفنا الإبل وما كانش تأمين في هذاك الوقت ضد الإبل، وفرنا تأمين ضد الإبل، وكان تاني مرافقة مع الخبراء، ونوفروا كل إمكانيات اللي نقدروها لهذه الفئة. احنا نعرفوا باللي الصندوق في هذه الأعوام الأخيرة انشأ عدة مكاتب محلية في هذه المدن، وخاصة في المدن هذه النائية وفي الصحراء. أكثر من 120 مكتب محلي راهو موجود في المناطق النائية وفي مناطق الصحراء، وراح تكون عدة صناديق جهوية إن شاء الله راح تنشأ فيها من آخر السنة. حوالي 530 مكتب محلي أيضا عبر التراب الوطني تعملون على السياسة الجوارية، كيف توفرون الخدمات لهؤلاء المواطنين وعملية المتابعة والمرافقة أيضا؟ نظل من المفروض باش نكونوا احنا موجودين في هذه المناطق، نوفروا خدمات، نوفروا كل ما فيه كإمكانيات مع المعاهد التقنية اللي تابعة وزارة الفلاحة، نسقوا مع مصالح الفلاحية في بعض الميادين في الوقاية، في التأمين ضد بعض الأخطار اللي موجودة في هذه المناطق، ونعرفوا كل منطقة عندها خصوصيتها، ولهذا لازم يكون تاني عدة دراسات باش نتوانقوا مع هذا المحيط، وإنشاء تاني مناصب عمل في هذه المناطق، باسكو كي نحلوا مكاتب محلية نطلبوا بلي تكون يد عاملة من هذه المناطق، ونظن بهذه نقدروا نوفروا
ولا نخلقوا كما يقول لك ان اكتيفيتي ايكونوميك في هذه المناطق. حنا هذا هو الدور، وماذا بنا بهذه معاهد ولا شركات اخرى يجيو ونقضوا كما يقول لك نوفروا ان اكتيفيتي ايكونوميك لهذه المناطق اللي نظن مفروض علينا نكونوا موجودين معهم. ورغم الأزمة الصحية أيضا، إلا أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حقق أرباحا كبيرة، إلى ما يعود هذا الربح؟ نظن باللي الصندوق موجود والسياسة اللي درناها بدأت تعطي نتائج حسنة، ولهذا لازم نوصله. نظن مازال ما وصلناش للنتائج اللي كنا بالغينها، مي نظن باللي النتائج راهي جد مرضية لعدة أسباب. أولا كثافة هذه المكاتب، توسيع الخدمات، ثاني منتوجات تأمينية جديدة اللي راهي تعطي كما يقول لك مصداقية، وخاصة الثقة اللي راهي تربطنا بين الفلاحين والصندوق اللي راهم يدخلوا بقوة كمؤمنين لهذا الصندوق. طيب، هل يمكننا معرفة على هامش الحصيلة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لسنة 2020، توقعات الصندوق لأرقام نهاية سنة 2021؟ لا، نظن في نقدر نقولوا باللي في السداسي الأول تاع 21 نتائج جد مرضية، وحنا على أبواب كما يقول لك باش نديروا حوصلة على 2021. نقدر نقول في أولا على بعض النتائج راهي جد مرضية، وإن شاء الله راح تعطينا كما يقول لك حاجة أفضل من 2020 بمنتوجات جديدة، وخاصة احنا صندوق بادر بعدة خاصة في لا ديجيتاليزاسيون. هذا تاني من أهم الدور اللي دار به الصندوق، اللي راهو يعطي تاني نتيجة جد 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 مرضية. وعدة كما يقول لك بالتكوين، كوننا في 3 سنوات كوننا عدة إطارات في الميدان التأمين الفلاحي وتأمينات أخرى، اللي أعطتنا فرصة باش نكونوا نوفروا في كل قطاع، سواء في الفلاحة ولا في الصناعة وفي المجالات الأخرى، تكون عندنا قوة في هذه التأمينات. لو نتحدث عن خطة الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 حول ديناميكية الإنعاش الفلاحي. قلت باللي الصندوق عنده دور كبير في هذه طريقة العمل ولا برنامج 2020-2024 اللي سطرته وزارة الفلاحة، والدور تاعه هو إن شاء الله يكون كأهم الآليات الاقتصادية والمالية للقطاع الفلاحي. نظن القطاع الفلاحي لازم تكون عنده كما يقول لك يد قوية pour arriver à l'atteinte de les objectifs. Il faut que la CNMA soit un levier. لازم يكون قوة، وهذا مطلوب علينا باش نكونوا في هذه الواجهة. سيد بن حبيلس، طيب، تعملون على عصرنة التأمين، وهل فيه ثقافة تأمينية حقا عند الفلاحين؟ نظن على حساب الخبرة تاعنا كاين ثقافة تأمينية. اللي يخص عند الفلاح هو كيما شراء، قدرة شرائية للتأمينات الفلاحية. الفلاح يقول لك أنا ماذا بيا نأمن ضد الكوارث، مما عنديش القدرات المالية باش نشري هذا المنتوج الفلاحي التأميني. ولهذا لازم تكون إعادة نظر في التأمينات الفلاحية، وتوزيع التأمينات الفلاحية ما راهيش كما المنتوجات التأمينية الأخرى. ونعرف باللي أغلب الفلاحين ما عندهمش كما يقول لك القدرات المالية باش يشري منتوج فلاحي ضد الكوارث الطبيعية. للغدوة لو كان نعرفوا كيفاش نسقوا بين هذا المؤشرات، نظن باللي القطاع الفلاحي والتأمين الفلاحي تكون عنده قفزة نوعية كبيرة،
وتكون له كما يقول لك أهمية. أن الثقافة التأمينية ما نمنش بها بس شفناها في 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 الميدان وعدة فلاحين كي نتكلموا معهم مأمنين بهذا الأهمية التأمين، يعرفوا أهمية التأمين. وشفنا بلي عدة فلاحين عندما خسروا منتوجات تاعهم ما كانش غير شركة التأمين وخاصة الصندوق اللي كان واقف معهم. ظن باللي الدولة عونت، من ظن باللي التأمين يقدر يخلي كما يقول لك ويكون عنده أفضل وسيلة للحماية، حماية الفلاحين والمنتوجات تاعهم. ماذا عن الأفاق والمشاريع المستقبلية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ نظن الصندوق التعاون الفلاحي عنده مستقبل كبير في هذا القطاع، ونعرف الأهمية هذا القطاع والدور اللي يقدر يلعبه الصندوق، بشرط أن إعادة نظر كما تكلمنا في النصوص القانونية تاع الصندوق، وتاني توزيع منتوجات وتوزيع خدمات عن الشباك الموحد، هو اللي نظن يعطي وراح يمثل قوة إيجابية لهذا القطاع. رسالة أخيرة للفلاحين للإقبال على عملية التأمين وأهميتها لحماية أراضيهم وممتلكاتهم. نظن نشوفوا في هذه الجائحة الفلاحين قاموا بدور كبير، دور كبير، ولهذا أنا أتمنى أن تكون تقارب أكثر بين الفلاحين المربين والصندوق. نعرف أن الصندوق هذا من ممتلكات الفلاحين والمربين، هذا صندوق تاعهم كما نقول لهم أنايا، ونظن باللي عندهم مستقبل كبير مع هذا الصندوق، ونظن حنا تاني لازم نكونوا معهم في الميدان كمرافق كصديق لأخذ كل ما في الأخطار ونرجعوا لهم كتسهيلات، ونخليهم يقدروا يكملوا العملية تاعهم مرتاحين البال. فكرة أخرى تحضرني السيد بن حبيلس، تقريب الفلاح من الصندوق، كيف تتم العمليات التحسيسية لدعوة الفلاحين للتقرب من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في الأشهر هذه القادمة بعدة عمليات تحسيسية. نطلب من الفلاح انخراط للصناديق، ونعرفوا باللي عندما الفلاح ينخرط للصندوق راح تكون عنده عدة امتيازات جديدة وهامة، ولهذا طلبنا باللي لازم تكون الفلاحين يدخلون بقوة لهذا الصندوق، لأولا نعطيه كما يقول قوة كبيرة. نعرفوا باللي قوة الصندوق هي ماهوش التأمينات، مي قوة المنخرطين، ونظن في هذه السنوات رانا ضعفنا أكثر من 3 مرات الناس اللي دخلوا في للصندوق، ونظن بلهذا هما تاني يكونوا تاني معنا من في التسيير، خاطر عندهم تاني كيما يقول لك أهمية، كي يكون منخرط عنده دور تاني في التسيير وتكون عنده علاقة كبيرة في هذا الصندوق. هذه هي الامتياز الخاص اللي ربطنا بين صندوق التعاون التعاضدي والشركات الأخرى. أشكرك جزيل الشكر سيد شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق التعاون الفلاحي، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. الشكر موصول أيضا للسيد حمزة حناشي المنسق الجهوي للإعلام بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولاية خنشلة.